مستمرين معكم بآخر فقراتنا لهذا الصباح، واللي منخصصها لافتتاح غالري أناديل في القدس المحتلة ومعرض تحت عنوان 100 عام للفنان والقيم جاك بريسكين، وذلك في محاولة لرصد التغيرات اللي مرت فيها القدس منذ وعد بلفور قبل 100 عام وحتى يومنا هذا، مرورا بتاريخ حافل من الاستعمار وإعادة كتابة تاريخ المدينة مرة بعد مرة. لنعرف أكثر عن هذا المعرض ينضم إلينا عبر الهاتف جاك بريسكين، فنان مقدسي وقيم المعارض. يسعد صباحك. صباح النور، أهلين بك المستمعين. أهلا وسهلا فيك معنا. متحدث في البداية عن فكرة المعرض وكيف جاءت كذلك؟ الفكرة أجت طبعا من اهتمامي بالصور القديمة للقدس وإيش بتمثل هاي الصور وإيش تحتوي على معلومات، اللي حقيقة للشخص اللي بتناولها بشكل هيك بسيط أو بخدها بعلقها لقيمتها المعنوية، بتلاقي إنه هي بتحمل كثير من المعلومات بتفرجي مرحلة معينة وسياسات معينة في هذيك الفترة، اللي طبعا تأثيرها امتد لليوم بتعاقب الاحتلالات والسلطات اللي مسيطرة على القدس. فأنا حاولت أقرب هذا الموضوع للجمهور للمتفرج عن طريق أخذ صورة من نفس الموقع اللي اتاخذت هذه الصورة فيها، ومن نفس الزاوية من نفس المكان، ومطابقتهم واحدة فوق الثانية عن طريق تقنية طباعة شفافات اللي تقدر تخليك تشوفي الصورتين بنفس الوقت. فهذا بعطيك مجال انك تقدر تقارني بشكل اكتر، وطبعا بتحفز الواحد، وانا هذا لاحظته من الجمهور اللي برتاد هذا المعرض بيشوف الاعمال، انه بتخليهم يفكروا اكثر بهاي المواقع ويشوفوا هاي وين كانت وين هلا وشو صار حواليها، واذا في مباني مثلا خلينا نقول مهمه بالقدس وواضحه للجميع بصير الواحد يطلع مش بس فقط على المباني، بصير يطلع حوالين هذه المباني وكيف هذه السلطات المتعاقبه احدثت تغييرات بالقدس من ناحيه السيطره على النمو السكاني، السيطره على اماكن العمران، تطوير مناطق، منع مناطق من التطور والى اخره. فهذا هو يعني حقيقه من الدافع وراء هذا المعرض وهذا العمل اللي عملته. جميل جدا. هل تعتبر انه هذا المعرض جاء في الوقت الصحيح خاصه لما تمر في القدس حاليا من 3 أسابيع تقريبا؟ يعني حقيقه يعني انا مغزوز بهذا الاهتمام لهذا الموضوع في هذه الفترة الصعبة اللي احنا بنمر فيها، ولكن بحب اقول لك انه هذا الموضوع انا بلشت اشتغل عليه من شهر مارس شهر 3 2017، فانا هذا مشروع طويل، يعني مش ما صار زي ما بيقولوا بيوم وليلة، يعني اخذ وقت طويل من البحث عن الصور المناسبة، اكتشاف الأماكن اللي التقطت منها هذه الصور إذا كان في بالإمكان الوصول لها اليوم، لأنه في بعض الأماكن خاصة عنك إنه في بعض الأماكن في مناطق معينة صار فيها عمران كتير، فلما كنت أروح على المنطقة اللي تاخذت منها صورة معينة بلاقي ما فيش إمكانية للتواجد مكان هذا المصور قبل 100 سنة، لأنه صار في أمراض، صار في شجر، صار في يعني مباني إلى آخره. أكيد طبعا. ومن هون يعني نشوف أن المعرض هو قدم صور لا مشاهد تم تصويرها من يعني أرشيف الأمريكان كولوني، صورها فريق مصورين قبل 100 عام، أنت حضرتك قدمتها بزاوية جديدة أو خلينا نحكي بعين جديدة، وكأنها يعني بتعيد التاريخ لهذاك الوقت. تمام. والشيء اللي طبعا مثير للاهتمام انه فريق الامريكان كولوني كان مشكل من 15 مصور، فكان عندهم خلينا نقول انتظام في عمليه التوثيق وارشفت هاي الصور، وفي النهايه في شخصين من هذه المجموعه اخذوا الكم الاكبر من المجموعه الشفافات تبع هاي المجموعه واهدوها لمكتبه الكونغرس اللي بدورها
مسحتها ضوئيا، يعني عملت ها لها حطيتها في سيرفيس. صناديق مضيئة. انا اها حطيتها، لا بس اها مكتب الكونغرس عملت لها سكانينج اها وحطتها بمتناول الجميع على على الانترنت بجوده عاليه. فهذا كمان شيء كثير مهم، لانه في كثير ناس عندهم صور ولكن وموجوده على الانترنت بس جودتها واطيه، فما ما في امكانيه انه تتاخذ وتنطبع من جديد اها وتتحط وتتكبر زي ما انا سويتها بالصناديق المضيئه اللي هي حجمها تقريبا متر متر 20 اها سنتي. فيعني بحاجه الواحد لما يشتغل على هيك ماده بده جوده، صحيح. وهذه المجموعة موجودة بجودة عالية، اللي حقيقة هذا مكسب لنا. أكيد. وكمان تتصدر المجموعة يعني صور قديمة حديثة، بيبين فيها يعني بيبين فيها القدس قديش هي فيها، هي ضحية لصراعات قديمة وصراعات جديدة من حروب ومآسي في يعني المنطقة، ومثل ما شفنا في أشياء بمظاهرات 1933 في الباب الجديد، والتقطت في 13 تشرين أول 1933. أها. تمام، هذه يعني بتعيد للاذهان، خلينا نقول خاصه للناس اللي ما بيعرفوا. طبعا احنا اهل البلد عارفين انه احنا في صراع دائم مع الاحتلالات المتعاقده، ولكن هذه بتعيد للذاكره لبعض الناس اللي جايين زوار ولا اخره او ما بيعرفوا تماما عن التاريخ، انه رفض السكان المواطنين الفلسطينيين في القدس وطبعا بفلسطين بشكل عام لا سياسات، هاي هذا شيء صار له اكثر من 100 سنه، يعني مش شيء بس فقط اليوم. فيعني في صحيح. هناك في هناك استمراريه للصمود امام هذه السياسات، اللي طبعا زي ما قلت لك بتكون ظاهره، لانه هي سياسات ترسمها دول، وبعدين بيجوا المخططين والمهندسين والمعماريين في الحقبات المتتاليه وبدنوا بنفسه هذه السياسات. فمثلا على سبيل المثال الصوره اللي ذكرتيها لباب جديد، احنا بنشوف المظاهره ولكن بنشوف له على الجانبين من هذه الصوره مباني، اللي هي كانت طبعا مباني خارج السور، وكان في هناك امتداد عمراني كثيف ما بين داخل السور وخارج السور وعلى السور تماما، من باب الخليل لحد باب العمود، يعني سحبه واحده. فبناء على طبعا مخطط بريطاني انه لارجاع القدس للماضي، طبعا دائما هم يهمهم انه ما بهمهم القدس اليوم، ما بهمهم مين بعيش بالقدس اليوم، بهمهم ايش بتمثل بالنسبه للقصه اللي هن بتريدوها او أكيد. بحاولوا. فكان في قرار انه ازاله جميع هذه المباني من حوالين السور. وانا بذكر طبعا كنت صغير، بس بذكر انا واختي او بعد 67 تماما، يعني بعد بيومين من فتح باب جديد، لانه هو كان مغلق طبعا بين 48 و67، لانها كانت منطقه حرام خارج الباب. لما فتحوا الباب وطلعنا برا شفنا هاي المباني، طبعا كانت شبه مدمره او نصف مدمره بسبب الحرب، ولكن اللي صار انه وفي حتى شخص نعرفه راح بشكل مباشر غير الاقفال على المحلات تبعونه خارج الباب الجديد وظبط الابواب وحكمهم. ويعني 5 ايام بعد هذا الحكي تماما اجت الجرافات الاسرائيليه وجرفت كل شيء. صحيح. أستاذ جاك، يعني كيف بتحاول تشجع الناس الموجودين حاليا في القدس من خلال هذا المعرض لحتى تكون العلاقة أكبر وأعمق في التمسك في الأرض، خاصة أنه يعني في حوارات سابقة لك قلت أنه القدس هي مدينة التناقضات، يعني فيها تمام. كتير كتير شغلات، كيف بتحاول من خلال هذا المعرض أنه تحاول تشجع الناس على معرفة التاريخ المقدسي وإعادة يعني إعادة تقييمه كذلك من خلال هذا المعرض؟ النقطة الأساسية بمحور شغلي بهذا المشروع هو، أو واحدة من المحاور الأساسية، هي إنه
في صور زي ما ذكرت لك، صور قديمه تتداول وبتنباع حتى هون بالبلد بكميات كبيره ومطبوعه، والناس بياخذوها، وخاصه يعني مش نقول حدا معين فئه معينه، بس اكيد انا كفلسطينيين بنحب نحتفظ بهذه الذاكره اللي هي بتصفي معنويه ورمزيه اكثر مما هي حقيقيه وواقعيه. ف لما انا عملت هذا التطابق ما بين الحاضر والماضي، صار في هناك اهتمام لمعرفه التفاصيل، صار في هناك تساؤلات. على سبيل المثال، المثل اللي اعطيتك اياه على باب جديد والمباني اللي برا، في هناك تساؤلات انه هل كان في مباني هون، كيف كانت، وين كانت، شو قصتها، لمين هاي كانت. برايي المتواضع هذا التكنيك اللي استخدمته ومكنت الشخص المتفرج انه يتعامل مع الصوره كتوثيق لواقع، ومش فقط قطعه رمزيه تمثل ماضي يمكن فقدنا ونسينا تفاصيلها. فعلا شيء جميل، والصور اللي عم نشوفها حاليا يعني شفناها على الشاشه بتثير الفضول كتير ممتعة مشاهدتها، خاصة يعني لمدينة القدس، وإحنا بنعرف شو خصوصية مدينة القدس بالنسبة للمقدسيين، بالنسبة كذلك للفلسطينيين وجميع من يهتم بهذه المدينة. أكيد بنشكرك على هذا المعرض الجميل وعلى الصور الجميلة اللي منحتنا نشوفها وتعطينا فرصة أن نشوفها. شكرا كثير لك جاك بريسكيان الفنان المقدس، شكرا كثير لك. بهيك مشاهدينا بنختم حلقتنا لليوم، نشكركم على حسن المتابعة، بنتمنى الحرية لجميع أسرانا والشفاء لجرحانا، وألف رحمة على روح شهدان. أكيد اللقاء غدا بيجدد بنفس الموعد، مني ومن طاقم العمل كل الشكر، إلى اللقاء.